هي ما جاتش كده ما بتجيش يعني، لقيت حظها انا كده. طيب تلاحظ لما غيرت او غيرت هنا سمع سمع لما تقفل السيرفر ترجع ايه؟ تفتح عشان تحس بالجديد. طيب حاجة زي صح؟ ساعات بتبقى وحشة، ساعات بتبقى وحشة لما نغير على طول ايه مسمع. في باكج لو احنا عايزين نستخدمها برضه من ضمن الباكج اسمها نود مون، اسمها نود نود مون دي، بس ممكن نستغلها دلوقتي ونستخدمها في حته واحده بس، لكن لما تغير في الكود اي حاجه بسيطه يقوم ايه؟ يقوم قافل السيرفر ويفتحه تاني ويسمع على طول لوحده اوتوماتيك، قافل السيرفر ويفتحه، بحيث لو انت بتعدل وشغال بتكود ما تقعدش تشغل بالك انك كل شويه توقف السيرفر وترجع تشغل السيرفر، توقف السيرفر وترجع تشغل السيرفر. فهمتوني؟ ما فهمتنيش؟ خلاص لما نحتاجه نبقى لما تحس بالمشكله اكتر ابقى احلها لكم. حاسين بيها؟ حاسين بيها؟ اسمك ايه؟ حاسس بيها يا احمد؟ مش حاسس ان انت حاسس بيها. المشكلة حرف ليه؟ معلش هي كده مظبوطة صح؟ ما هي لا انت عشان تعدل تحت تعمل ايه؟ هتفصل كنترول سي من فوق هيطلعني اخر امر انا كنت كاتبه. ادوس انتر يشغل من جديد. تقوم ظابط لي ليه؟ مشغل. بس ايه؟ ماشي هنعمل ايه؟ ان بي ام انستول ايه دي؟ مين؟ هي بتاخد لما بتاخد اي امر اي ملف حصل فيه سيفنج بيكون مفيد. فذكيه شويه بس فاهمني؟ يعني انت لو عملت سيف هو مش بيشوفك، اول ما تدوس سيف اي ملف ياخد سيف هو يوم ايه؟ يوم راح يوم قافل ويفتح ويبصيت على طول بس كده. بس شفتهم كده تمام؟ احنا دلوقتي نزلناه صح؟ نزل اهو. لا الاول نرن بس نرن بقى ايه مش بنود، احنا نرن بنود ها؟ نود مون. احنا خلاص بقى نزلنا نود مون عشان القصه دي. نود مون واقول له سيرفر دوت ايه؟ دوت جيس وادوس انتر. طلع لي كام رساله كده في الاول. نود مود فيرجن كذا، انا عملت ريستارت اهلا بيك ومش عارف مرحبا وانا اي كلام، والحاجات دي كانت طالعه كده كده على فكره بس ما خدناش بالنا منها بسبب المونجو كلاينت والكلام ده، بسبب المونجو يعني. وقال لي سيرفر از راننج، وقال لي كونكتد ايه تو مونجو دي بي سكسسفول. بس طبعا لما تيجي بتعمل انت سيادتك اي تعديلات مثلا تو مونجو مش اي حاجه، هو اصلا لسه ما سيفش مش كده. اول ما تديله سيف كده كنترول اس على طول هوبا ايه اشتغل على طول وامران ومشغل نفسه، فيبقى خلاص انا مش شايل الموضوع من دماغي، ما شغلتش نفسي بيه، ما شغلتش نفسي ايه؟ ما شغلتش نفسي بيه. حلو جدا. طيب كده اهو كل اللي عملناه ان احنا قومنا السيرفر الاساسي بتاعنا وخليناه يعمل كونكت على مين؟ على الداتابيز، والدنيا جميله واخر حلاوه يعني، ما عندناش مشكله خالص الحمد لله. عايزين بقى نبدا نضيف شويه امكانيات. اولا طبعا برضو ما زلنا لو رحنا على هنا وعملنا لوكال هوست على 3000 ومش عارف كام صح؟ 7 بيقول لي كان نوت جيت، هو لسه مش عارف انا هجيت ازاي، هو لسه مش عارف انا هجيت ليه هجيت ازاي. تمام هنا اهو قلت لكم كونكت تو مونجو دي بي، طبعا انتوا عارفين دي كومنت ها. طيب من هنا فوق برضه السيرفر دوت جيت سيرفر دوت ايه؟ جيت عملت سلاش معناها ايه؟ شايف السيرفر ده؟ اتش تي تي دي نقطتين شايف ده لوكال هوست
3007 صفر. ده انا حطيته فوق دي. يعني بقى الوقت موقع دلوقتي اهو ده كده اهو كانك عملت كده يعني. يعني ما بعد كده. ماشي؟ يعني من الاخر على الموقع الرئيسي. طب لو انا عملت كده مثلا سميتها مثلا جيت ديت سلاش جيت ديت يعني معناها ايه بقى؟ الموقع فوق ايا كان ايه هو الموقع سلاش جيت ايه؟ جيت ديت مثلا. طيب ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هتفاير فانكشن انونيمس هنا يبقى لو حد دخل على السيرفر جيت يعني ايه جيت؟ يعني ريسبونس جايه من السيرفر رايح لمين؟ للكلاينت. دي معنى جيت. جيت معناه ان في ريسبونس جاي من السيرفر رايح لمين؟ للكلاينت. فاي حد في العنوان من فوق كاتب سلاش جيت داتا يبقى الفانكشن دي هتشتغل. يبقى الفانكشن دي ايه؟ هتشتغل. طب لو انا عملت كده ده معناه ايه؟ اي حد دخل على الصفحه الرئيسيه من غير سلاش يعني اخر حاجه العنوان الرئيسي اللي هو السيرفر وبعديه مفيش اي حاجه سيرفر وبعديه ايه يبقى الفانكشن دي اللي هتفاير. فهمناها كده؟ هنجرب دي ونجرب دي نجرب واحده كده واحده كده وانتوا متاكدين منها. طيب الفانكشن دي ليها بارامترز بقى معروفين ريكوست وريسبونس. خد بالك هو بيساعدني اهو وريسبونس حاجه اسمها نيكست معروفين ريكوست وعارفينه. يعني ايه ريكوست؟ الطلب اللي جاي من الكلاينت راح للسيرفر. ريسبونس يعني ايه ريسبونس؟ معروف الرد اللي جاي من السيرفر راح لمين؟ للكلاينت. والنيكست لو انت عايز تشغل الفانكشن دي وتكمل وايه؟ وتكمل حاجه ثانيه فهتقول له نيكست تكمل الحاجه اللي بعدها. خلاص؟ لو انا عايز اخليك تشغل يعني ايه فانكشن تخلص تنقل على الفانكشن اللي بعدها. انت طبعا ممكن تسميه هنا اكس وهنا واي وهنا زي مش مشكله بس الاكس دايما هنا هي ريكوست. تاني بارامتر عندك دايما هو ريسبونس. تالت بارامتر عندك دايما هو النكست ثابت. يبقى ثابت مع سيرفر دوت ايه؟ دوت جيت. طيب انا هقول له ايه؟ ريسبونس في الرد ماشي في الايه؟ في الرد بتاعك. وانا بقول له في الرد بتاعك في عندي اكتر من اسلوب ارد بيه. انا كسيرفر ارد بيه على مين؟ على اللي بيناديني. انا كسيرفر ارد بيه على اللي بيناديني. في اكتر من اسلوب. في منهم اللي انا بحبه الطريقه الستاندرد اللي اقول له ريسبونس دوت ستيتس. لما اقول له دوت ستيتس بيطلع لي حاجه اسمها الكود نمبر. كل رد من السيرفر للكلاينت اي رد من السيرفر للكلاينت بيبقى ليه كود. اتكلمنا قبل كده على ستيتس كود فمش هنتكلم عليها تاني لكن كل كود ليه معنى في الرد. لما اقول له مثلا ستيتس كود 400 يعني ايه؟ 400 تمام تمام 400 تمام ما عنديش مشكله تمام. احنا لو جينا بص بس ستيتس كود احنا قلنا برضو قلنا ويب ستيتس كود ليست فاكرين؟ ال 200 اسف اللي تمام جينا بصينا عليهم تخش على الموقع يكون كده ويكيبيديا مثلا واتفقنا ال 100 دول لسه بيكمل حاجات. ال 200 دي من اولك بقى الاوكي ياخد 200 كريت دي ياخد 201 مش عارف ايه اكسبت دي ياخد كام؟ ال 300 بقى فاهمني؟ ليها نظام ال 400 اللي هو الكلاينت ايرورز لما يكون في عندك اخطاء ال 500 السيرفر هو اللي عنده ايه؟ نقط 100 او ال 500 باندويتس مش عارف مالها اس ال مالها مش عارف ايه كل واحده ليها ارقام فانا اقول له ماشي انا مش 400 اسف 200 خلاص تمام قلت له ايه 200 ممكن اقول له رد بجيسون
ممكن اقول له رد بايه؟ بجسم بالمره عشان نشوف رد الجسم عامل ازاي. هو مديك امثله. قال لك ولو كنت بعت جسم كده وتقول له كده وخلاص او كده تكست وخلاص، ممكن تقول له بقى تعمل له كده حاجه زي اوبجكت كده، شايفين العلامتين اللي معلم عليهم دول، واليوزر كله كذا، المسج بتساوي كذا، الفاريبل بيساوي كذا، اللي مش عارفين بيساوي كذا، تديله حاجه حاجه ماشي. فتقول ماشي انا ممكن اقول له في جيسون كده اقول له مثلا المسج بتساوي كده طريقتنا كله بتساوي مثلا ويلكم تو اور ويب سايت. ايه رايكم في المسج الرهيبه دي؟ خلاص دي هتترد من السيرفر لمين؟ الكلاينت. بص كنترول اس طبعا السيرفر راستر نفسه كله تمام. اروح بقى على مين؟ على عمنا هنا اللي كان بيقول لي كان نوت جيت ودوس انتر بس. قال لي في جسم جرافيك مسج مكتوب فيها ويلكم تو اور ويب سايت. وصلت؟